خمسة كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. متشكرين. حالا هجيب لكم الشربات. معاكي الباسبور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده سنتين. انما بتسال ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره ورحنا قضينا تلات ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول لهم. عيب يا حجوجه، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. اديني وصلني وصلني. جهز لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. السفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر. هعمل إيه؟ مضطر. أصل يا ستي الموارد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زابة تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما أسافر لهولندا. تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي تلات أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يو يا حاج عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على إيه؟ ده حتى الدنيا غنوة، نغمتها حلوة، إحنا اللي نطير. طب إيه رأيك بقى؟ أنت رايق على الآخر. عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقه على الاخر يا حاجه. ما هي بصراحه ربنا انا مش عاوزه اسافر وسايبك متضايقه. ده انا قلبي داري يا حاجه. ده اللي انت بتعمله. هتحبي تنرم يا حاجه. احنا كبرنا بقى على الحاجات دي. خدش يا حاجه. اضحكي يا حاجه اضحكي. طيب وريني الضحك.